مساكم الله بالخير. صراحة الجو اليوم مو مال المكاتب، وفعلا توقيت العزيمة اليوم اللي راح تكون إن شاء الله في واحد من المطاعم المشهورة حاليا في الكويت اللي صار على البحر. المطعم طبعا من إنشاء أو تصميم مكتب كي أو، مكتب المهندس الكويتي، وتم تنفيذه من قبل شركة الناشئ الناصر والناشئ اللي احنا شغالين معاهم في عدد من المشاريع. الدعوة منهم اليوم على الغداء، قبل لا نتغدى قلت باخذ جولة أوريكم شنو العناصر المعمارية المهمة. فعلا مشروع تم عمل فيه كثير من التصاميم والإنشاءات المميزة، فخلنا نشوفه وأعطوني رأيكم بعدين. هذا المطعم، مطعم بابل، مطعم لبناني، بس احنا جايين نشوف حتى الانشاء اللي مسوينه هنا ما شاء الله، مبني على مساحه 2215. طبعا الديزاين اللي مسوينه هنا كانه تصميم معبد تاريخي، معبد بابي، اقول بابلي ولا مصري ولا اي حضاره، لكن العمدان هذه شكلها فعلا تاريخيه. صار الشباب داعينا ناصر الناشي ما شاء الله والشباب ملوت كيان، فاحنا نروح نكمل جولة ونخليهم نرد على التصميم اللي موجود هنا. لاحظوا العمدان هذه فعلا كأنها بالأهرامات. هذه طبعا مادة مو حجر، هذه مادة كونكريت بطريقة الحجر، يعني فيها مواد خاصة يعني كلون، بعدين يعطونها التكستشر هذا وتتركب كألواح على هذا المبنى. المبنى ستيل ستراكتشر، شوفوا هناك مبين فينا الستيل، وبعدين صار عليه الكلادينج. وحق الإضاءة لاحظوا عندنا إضاءات تعطي المبنى فعلا دراماتيك أو إضاءة دراماتيكية بالليل. راح نصوره بالليل بس وقت ثاني إن شاء الله. بقية فريق العمل كيان، حياكم الله يوسف، علاء، كلهم جايين على اساس الغداء، ف جو هيد جايز، انا تيك ذا سناب. ها يلا نكمل احنا وياكم، كلكم نكمل ونروح لهم، الشغل ما يخلص معي. تكلمنا عن موضوع تقليل النوافذ او الفتحات، لاحظوا شلون فتحه كبيره زين، بس هذه مسوينها كحائط يعني نسميه فيك وول، بس على اساس يعطي ناس يعطي واجهه للمبنى، من الخلف تتكمل الحدائق ويصير عندنا حتى المبنى الخاص في المطعم. والله كني تحسفت انا جاي هني، الناس قاعده تمشي، اللي مع بوجي يمشي واللي مع عياله وقواري، واحنا كرف بالمكاتب، ما انصح تطلعون ايام الاسبوع كلش. لاحظوا هني بالخلف هذا المبنى الخاص في المطعم، بعدين هذا الحائط الموجود مثال شفناه اللي مكمل الواجهه الخاصه اللي شفتوها من الحجر. مثل ما قلنا ان الحجر هذا صناعي، نفس الشيء هذا الحديد، طبعا مو بطريقه فعليه مصدي لكن طريقه معالجه معطينا شكل مصدي، لكن فعلا ماشي مع لون الحجر قاعد نشوفه هنا. هذا كله من نفس التنفيذ لشركه الناشي ما شاء الله عليهم، لان هنا ما شاء الله المنظر حلو على البحر مدينه الكويت والسالميه، القعده والزجاج كله يطل. راح ندخل داخل اوريكم شلون هذه الطله صايره على حتى الألمنيوم ملبسينه، طبعا هذا مو حجم واقعي، حديد معطينا شكل يعني ماسف بالطريقة يعني ثقيلة كأنه فعلا ماسك هذه المظلة، بس كلها طبعا مثل ما قلت لكم هي تكسيات شكلية. هذه القعدة الخارجية، شوف المظلات والزجاج، طبعا الواجهة من خلف حجر وقدام زجاج، فتوزيعه جميل. العنصر طبعا الرئيسي في هيبة هذا المبنى المدخل، دري بعدين جسر خشبي فوق كتلة مائية، بعدين نشوف المظلة الكبيرة والباب، هذه أفكارنا طبعا نحبها الأبواب الكبيرة، فلاحظوا شلون فعلا المدخل معطينا هيبة. بروسس من هني لهناك على ما توصل إلى البهو الخاص في المطعم. المباني اللي تكون بهالفخامة ما تكون مطاعم، عادة تكون معابد، مساجد، قصور، بس المطعم هذا خذت فيه منه فعلا، يبي احترام حق المكان، يمكن معطينا هيبة، ففعلا لما ندخل راح نشوف، لكن فعلا البروسيس هذا بروحه مختلف عن باقي المطاعم الموجودين في هذه المنطقة. ها
هذه العناصر مقصودة أن تخلي الواحد يصير صغير، يعني هذا تقريبا في 9 متر فما نقايش ما شاء الله. بعدين عندك الماي والحصى. نلحق على الشباب الغداء، شوفوا المساحة هني، طبعا الارتفاع عندهم ما شاء الله هني 9 متر فتطلع سرع البحر، يعني هذا المشروع كله عبارة عن طلع بحر ومساحات. ما شاء الله حتى شارة زيتون محطوطة داخل، شوفوا الإضاءة من فوق غير الإضاءات اللي على الجنب، أعطيتها دايركت سن لايت من فوق مع إضاءات طبعا صناعية. زي طبعا انا على الغدا الحين راح اسال شباب اللي يشتغلوا على الكونستراكشن، هي شباب الخاصين في الكونستراكشن لهذا المشروع ما شاء الله مميز. فواحده من الشغلات مثلا الاسقف اللي فوقنا هذه اكوستيكلي ريزولد، ما عندنا اي مشكله بالصوت، لاحظوا ما في صدى، معنا هناك مهندس دينا قاعده تاكل فما راح اقاطعها، بعد شوي راح اسالهم وراح اعطيكم معلومات اكثر. ما في صوت، في اضاءه حلوه، التكييف محلول، فما شاء الله فعلا مشروع مميز، مو مطعم عادي، هو ايكون او خلينا نقول مبنى سيمبوليك على البحر، فهذه الفكره من هذا المطعم. كان خوش غدا الحمد لله، الشباب كانوا للحين تجمع اساس اعطيهم صوره الفاينل، والمعلومات طبعا عندي وايد معلومات عن هذا المبنى راح اعطيكم اياها الحين، بالنسبه حق الفتره اللي انجز فيها اللي هي 14 شهر وكميه الحديد وكميه العمدان والاشياء هذه كلها راح اقول لكم اياها خلال الفتره اللي جايه. كابل التغطية، نشوف البحر ما شاء الله اليوم، وموقعنا اللي على البحر طبعا لأن وجود المبنى هذا والكتلة كلها على البحر استخدم فيه 181 بايل بعمق 20 متر. طبعا هذه شغلة هندسية لما نتكلم عنها البايلينج، لأن المبنى فيه ثقل، فالبايلينج دائما يستخدمونه في المناطق البحرية اللي فيها صبخة نهرية. 181 عشان يسوون هالمطعم، والمطعم طبعا كلف يعني تكلفة تقديرية على محاور الأربعة مليون دينار كويتي. هذا المطعم قلت لكم آيكون، مو بس مطعم. طبعا استغرق عمل المبنى هذا 16 شهر، الساعات العمل المدمجة في هذا المشروع 10,000 ساعة عمل بناء، هذه معلومات من المقاول ناصر الناشر. معلومات كثيرة طبعا خاصة في المقاولين، ساعة العمل، حجم الأعمدة والسقالة اللي استخدمت 20,000 متر مربع تقريبا، المعدات المستخدمة، ما تهمكم بس راح أحطها لكم إن شاء الله تشوفونها، لأن في تعب كل مقاول يشتغل في المشاريع هذه تعب. هذا طبعا مبنى مميز، حتى البيوت ترى فيها تعب وساعة عمل، راح نحاول نوضحها لكم بالفترة الجاية، تشوفون أن العمل مو بس تصميم مو بس بناء، لا فيها تعب فيها ناس. كل مشروع حسبتنا احنا حسبتنا كفيلا، اذا انت عندك بيت ترى بين 100 وبين 400 شخص يشتغل في هذا المشروع من غير ما تحسون، عد فيها المندوب، فيها الرسام، المعماري، المقاول، البنا، الحداد اللي راجع، كل شيء، كل هالناس هذه انجزت اعمال عشان توصل مرحله انك تشوف انت بيتك او مشروعك او مطعمك بهذه الطريقه. المهم هذه التغطيه اليوم، الشباب كل واحد رد مكتبه، وعقب الغداء هذا ما شاء الله الواحد يفخ على قولتهم بالكويت، يفخ يعني يرتاح او انه يكمل شغل. احنا نروح نكمل شغلنا ان شاء الله، ان شاء الله استمتعتوا عرفتوا معلومات، بحط لكم معلومات اكثر الحين شوفوها خاصه في هذا المشروع فاكتس على قولتهم، وان شاء الله نشوفكم في تغطيات ثانيه.